الشقي مباراة صعبة، صعوبتها من تاريخ الفرقتين او تاريخ الاربع فرق اللي في السيمي فاينل. الفرق كلها حصلت على البطولة قبل كده، والفرق كلها عندها امكانيات ان هي تحصل على البطولة دي. فاحنا بنحترم المنافس بتاعنا، فريق قوي وعنده ادارة قوية وعنده لعيبة قوية ولسه واخد الدوري، فهنديله طبعا يعني هنديله حذر وهنديله اهتمام وهنبذل اقصى حاجه عندنا ان احنا نعمل نتيجه ايجابيه هنا. لا، هو لسه هو لعيب في نادي الزمالك معار، واعارته خلاص انتهت في نادي الرجاء، وما جالناش لسه اي حاجه رسمي ان احنا يعني يبقى في عروض ليه. وان شاء الله لما يرجع القاهره هنتواصل معاه، لكن احنا في كل الاحوال هو اللعيب بتاعنا، وهنشوف ايه اللي في صالح النادي واللي في صالح اللعيب ونعمله، لكن هو لعيب في نادي الزمالك دلوقتي. ما تنساش تابونا فلاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.